فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل سبب تحريم الزنا هو خشية اختلاط الأنساب فقط، حيث إن بعض الناس يقول إنه يمكن الآن تناول حبوب منع الحمل فلا يحصل هذا الأمر؟ لا يعني هذه من بعض آثار الزنا، يعني اختلاط الأنساب من بعد بعض آثار الزنا، أكثر من ذلك آثار الزنا، كما قال الله سبحانه: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في مفاسد كثيرة، ضياع الأخلاق، ضياع الحياة، عدم الأمن في المجتمع، إلى غير ذلك من مفاسد الزنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.